السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الرئيس حسن من موقع خدمات دوت كوم. هنكمل النهارده آخر درس إن شاء الله من سلسلة دروس الريل تايم سايت ترافيك. الدرس اللي فات كان معانا غلط إن الشارت بتاعت الأعضاء مش شغالة، فهي الغلط كله بكل بساطة إن إحنا المفروض بتعمل ريندر للشارت بعد ما تخلص الأعداد بتاعتها. إحنا مكناش عاملين ريندر، تعالوا ناخد دي كده كوبي ونرندر الشارت اللي اسمها شارت يوزر اللي إحنا استعملناه دلوقتي. شوف حضراتكم شايفينه كده. المفروض لما أعمل ريفريش دلوقتي تشتغل الشارت بشكل طبيعي جدا، مفيش مشكلة خالص. طيب انا عندي هنا فعلا اتنين. على فكره هنا هيبان كل الناس، يعني سواء اعضاء او زوار، هنا هيبان الاعضاء بس. تمام، فلو عندي خمس اعضاء واتنين زوار هنا هيبان سبعه، وهيبان لي هنا خمس اعضاء بس. المهم هاجي هنا هبدا فوق. اول حاجه هنا لازم اميز بقى بين العضو والزائر، يعني لما العضو يجي يخش الموقع اقول لستريم لاب ان ده عضو مش زائر. تمام، فانا هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول هنا اف ان البوث تشيك، البوث تشيك دي هتتاكد لي اذا كان اليوزر لوجن ولا مش لوجن، فلو لوجن هترجع لي بترو، لو مش لوجن بترجع لي فولس. تمام، اقول له هنا اند اف. طيب انا عايز اقول للسيم لاب ان ده عضو، اقول له ازاي؟ بقول لها خدي الاي دي، بمرر لها هنا الاي دي بتاع العضو والسكر بتاعه، فالسيم لاب تعرف ان ده عضو مش زائر. تمام، طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ رحنا على الدوكيومنتيشن بتاع الباكج هنا، طلعنا فوق شويه كده في الجزء بتاع السوكت اللي هو بيكونكت بالسوكت، هتلاقي ان انت هنا ممكن تمرر الاي دي والسكريبت بتاع العضو. فناخد الجزء ده كده كوبي واروح ارميه هنا بيست، وهمرر هنا الاي دي. طبعا هجيبه بكل بساطه من خلال الهيلبر بتاع الاوث، ادي الاوث هيلبر هنا يوزر، هاتلي الاي دي بتاع العضو. تمام، وبالنسبه للسكريبت احنا كنا دامجين اليوزر نيم مع اليوزر اي دي، ادي اليوزر اي دي، نحط قبليه اليوزر نيم بالشكل ده، وهشفر كل ده ام دي 5 لان الباكج بتشمر لي الكلام ده كله، بتشفر لي الكلام ده ام دي 5، ام دي 5 بالشكل ده. تمام، تعالوا كده لما اعمل ريفرش هنا، هنا المفروض ما يدينيش اي ايرور وتبقى الدنيا مظبوطه وابقى كونكتد، لان انا كده هنا داخل بالعضويه دي، انا هنا في الهوم انا كده مسجل دخولي كعضو. تمام، طيب تعالى نعمل ريفرش، لو قال لي كونكتد يبقى احنا كده ماشيين في الطريق السليم، مفيش مشكله كده احنا ماشيين في الطريق السليم، وفعلا في اثنين كده كده. تمام، طيب دلوقتي لازم اقول ستيم لاب، اول ما حد اول ما عضو هيخش عندها تقول لك ان في عضو دخل عندي، تبعت لك بياناته. تمام، طيب انا عايز بقى تشوف لما في عضو يجي لي، لما عضو يجي لي ابديت للشورت اللي تحت، يعني لما في عضو يجي، لما السين ده تيجي تقول ده في عضو دخل ابديت للشورت، طب لما تيجي تقول ده في عضو خرج ابديت للشورت بتاعت الاعضاء. هعمل الكلام ده ازاي؟ في فانكشن جافا سكريبت احنا عاملينها اسمها ابديت يوزر ليست، اهي خدها كده كوبي ومراح في السكشن بتاع المسج، والمسج هنا وابدا احط كود ده كده بيست بشكل ده، هشيل كده كل اللي هنا ده، انا عايز بس الفانكشن تبقى عامله كده بس كده. تمام، فهنا في حاله الاونلاين هنعمل حاجه، وهنا في حاله الاوفلاين هنعمل حاجه. تمام، هاجي اقول بس فوق هنا اقول له هنا هعمل بارامتر اسمه فار يوزر، هخليه بيساوي واحد. واحد ده اللي هو العضو اللي داخل اللي هو انا حاليا. تمام، طيب وبعدين هاجي في الشارت بتاع العضو نفسه، الشارت دي واجي احط لها هنا في الداتا بوينتس، احط هنا ان في عضو، خلي الواي بيساوي واحد. فالمفروض انا دلوقتي لما اعمل ريفرش اول ما اخش الصفحه هيبان ان في عضو داخل اللي هو انا بقى، مش تبقى فاضيه، ادي فعلا في عضو داخل. كلام جميل جدا جدا. طيب المفروض بقى هنا لما العضو يخش تاني، اي عضو تاني يخش غيري، ابديت الشورت. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاخد السط ده كده كوبي زي ما هو واقوم رميه هنا، واقول له هنا بس بدل ما بتخلي القيمه بالاونلاين لا هخليه باليوزر اللي احنا عاملينها فوق. تمام، نفس الكلام هنا هخلي دي باليوزر. طبعا انا هابديت الشورت، طب الشورت دي بتاعت الايه؟ بتاعت الزوار، لما انا عايز ابديت هنا ابديت ايه؟ الشورت يوزر اللي هم الاعضاء مش الزوار. تمام، وهاجي هنا بقى قبل ما ابديت هقول له هنا ان اليوزر هيساوي يوزر بلس 1 بالشكل ده، ونفس الكلام هنا بس هقول له ناقص، وعشان ما يحصلش ايرور عندي او يسلب فاقول له هنا اف ان اليوزر اكبر من الصفر، عشان ما يحصلش اي ايرور في اي وقت، وساعتها اطرح لي يوزر من يوزر بالشكل. طيب تعالوا ريفرش وتشيك. طيب تعالوا بس الاول هنا نقفل بس العضو التاني لان انا فاتح عضو تاني بس كده. تمام، هعمل ريفرش، تعالوا نوقف دي كده، انا كده في عضو واحد اونلاين فعليا
مفيش اي حاجه غير واحد اونلاين بس. طيب تعال ندخل واحد معايا جوجل كروم مسجل دخول منه، ندخل منه واحد. هو هنا طبعا هو بصوا هو اللي عندي دخل ده عضو تمام، بس هنا بيبان لي فوق بيبان لي بيبان لي كل اللي في الموقع سواء اعضاء او زوار، وتحت بيبان الاعضاء، فانا عندي كلهم هم عضوين، فعشان كده الفيستور اللي فوق او الجزء اللي فوق ده بان ان هو اتنين، والجزء اللي تحت ده هنا بان ان هم اتنين لان هم عضوين فعليا تمام. طب تعال ندخل زائر، يعني تعال ناخد دي كده نخش مثلا من اوبرا هنا مثلا، ده الاوبرا ده مش مسجل فيه اي حاجه. تعال نعمل ريفرش كده هتلاقي اللي فوق بس هو اللي اتعمل ابديت مش اللي تحت، اللي فوق تمام اهو شايفين اهو بقوا 3 اللي فوق بقوا 3 اللي تحت لسه 2 اللي تحت اعضاء، انما اللي فوق ده زائد. بص تعال نعمل ريفرش للاوبر تاني اهو نزل وطلع، اللي فوق هو اللي اشتغل اللي تحت لسه زي ما هو تمام. طيب تعالوا نقفل العضو اللي هو فاتحه في جوجل كروم مثلا، هتلاقي بقى اللي تحت هو اللي اتعمل له ابديت بقى واحد تمام، انما اللي فوق برضه اتعمل له ابديت لان كده كده اللي فوق بيظهر فيه كله سواء اعضاء او او زوار. فكده اصبح انت عندك دلوقتي تقدر تعرف في كام عضو عموما او في كام واحد اونلاين، وتعرف في كام عضو عندك على الويب سايت بالطريقه اللي انتم شايفينها دي ريل تايم، يعني في نفس الوقت الفعلي اللي حصل فيه القصه حضرتك بتشوف الكلام ده. زي ما انتم شايفين الموضوع فعلا رائع، ممكن تست بيه حاجات كتير جدا، ودي من الحاجات الاساسيه اللي نعتمد فيها في الادمن بانل. يعني في الادمن بانل دايما بتلاقي ريبورتس حاجات زي كده بتبين لك الموضوع ماشي ازاي في الوقت الفعلي في الويب سايت بتاعك. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى تكون الخدمه مفيده ليكم، واتمنى تكونوا بصحه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.